جاني ولد عمي قال لي ودي راه كاين شي حاجه شتها عند قرار عايده بحال فيها بحال القطن وملي نسيتها جبرتها فيها شي حاجه بحال الدم لا يمكن هو هذاك المرض ديال القرميف. قلت له ودي ما نعرف. ملي مشينا فعلا جيت جبرتها وليت علمت فيها وصبعني نهار السبت وكرتو داك الشيء وحيدوه الحمد لله وانتهى. وحنا دروك هادشي اللي عندنا ما عندنا الا ما عند هذاك القرنيف هو اللي كنستغلو ما عندنا حتى شي حاجه تدخل لينا من اي بلاصه. كيناش كتقول على حسب قالوا النحل ديالكم هو اللي جاب لا لا النحل له نحل لا النحل عايد قديم هنا ما كاين ما جاتش فيه وهي شحال المده ديال النحل فاش ما رحلتوا النحل تقريبا شي عامين المهم النحل ما رحلش 4 سنين تقريبا شي عامين ما رحل النحل رحلوه وما جايش هي من النحل هي جات لي ذاك الجهه ذاك اللي جابها راه والله اللي خلص منه ما نعرفوش شكون جاب هاد الحشره لينا هوتيا هاد الحشره ما خصنا نحاربوها ما كاين طرقان لا والو باش نحاربوا هاد الحشره ما خصنا نحاربوها نشمعدوا ليها ما كاين لا طريق لا والو هاد المنطقه ما عندها لا طريق لا والو باش الناس هادو يحاربوا هاد الحشره في كاين الطريق ما شفناها وهاد الحشره ماشي وكتزيد هما كيقولوا هذا حبسوها ماشي وكتزيد من هاد الحشره كاع هاد الجنات غادي تضربهم كلشي كنطالبوا من السلطه تجي تشوفنا هاد الحال ديال هاد الحشره كيفاش غادي تحيدها وعلى هاد الطريقه ما كايناش بين الطريق اولا واساسا الطريق هي كلشي بغينا البحث في هاد الشيء يعني هذا كيفاش هاد الشيء اللي وقع يعني الا كان شي حد جايبها والله شي حاجه ديال تفتح بحث في هذا تفتح بحث في هذا الشيء يعني شنو هو كيفاش السبب باش جات هي لهذه المنطقه يعني ما يعايد على الطريق ما يعايد على الطريق ما يعايد على حتى شي حاجه وهذه مولي المنطقه احنا اللي فيها عندنا فيها العداي دايرين بين العداي حاسبين بحال الا عندنا منهم واحد مولي ثانيا منهم كيقول حنا انتم كاع ما عندكم شي خاصكم غادي ترحلوا منها اللي ترتاغوا منها يعني حنا واحدين مولاد عمنا ولكن كامله باغين يرحلونا شنو هو السبب ديالهم باش باغين يرحلونا من المنطقه ديالنا وخليها لنا بونا هذاك الشيء كامله مده شهرين هذه فاش ايه مده هذه يوم خابر ايه وحنا مولي راه كنا هنا ما مشينا غير يوم واحد في شهر 5 هذا الشيء اللي وقع غير من شهر 5 شهر 6 يعني بغينا نعرفوا الا كان شي واحد جايبها بغينا نبحث عليه ويتزير ونعرف هذا الشيء ما يبقى بحال هكا ينطاش جينا نيت شنا في الحشره فعلا كاينه وهذا مع الليل انتقلوا فريق العلم كان بصفه استعجاليه وبواحد التراكس وحفروا الحفره اللي هي كانت فيها البؤره الاولى على واحد المساحه اللي كانت تشمل 100 متر مربع وفي مع الليل دفنوا هذاك القرنيف اللي كاين تما هو الدرق دفنوه بالحشره وهذا ومن بعد الفريق اللي بدا خاد واحد النوب الاولى تكون فريق مكون من لونسا لونكا والمديريه الجهويه للفلاحه وكذلك المديريه الاقليميه للفلاحه ومشاو داروا واحد البروسبكسيون قصد الاستكشاف ديال الحشره وتحديد المنطقه المبوءه اللي هي فعلا حددنا المنطقه على مساحه 4.5 ديال الهكتار تقريبا هذا 4.5 ديال الهكتار اشنو هو الاجراءات اللي خدنا فيها هي معالجه هاد المساحه كلها اللي عالجناها اش خدنا ثاني من بعد فراق جنا جوج شركات اليد العامله اللي بداو كيقلعوا داك الدرق وكيديروه في الخيش كيف شتو الخيش موجود تما على في هذه المناطق اللي هي التضاري الصعبه في المناطق الجبليه اللي خدنا هذاك الدرق ودرناه في الخيش وطلعناه وحفرنا حفاري وردمناهم فيهم وكاين ثاني حفاري في جنب الواد هبطنا شي لاخر ورحنا خدامين كيف شتو كنردمو في هذوك الحفاري هذا باش نقضيو على هاد الحشره واحتواء هاد الحشره هاد الافه اللي كتشكل واحد الخطوره كبيره على الدرك كيف كنقول لكم كتشكل خطوره كبيره بوحدها على الدرك وما عندها حتى شي تاثير على الانسان بالعكس هاد الحشره ما عندها حتى شي تاثير على الانسان كيف كتسمعوا في هاد الوسائل ديال التواصل للفيسبوك للواتساب للناس اللي كيهضروا بعض المرات كيقول لك راه كتمرض هذا ما كتمرض كاع الانسان ما عنده حتى شي تاثير عليه انا دابا كون كانت عندي شي درقه هنا شي كرموسه فيها هذيك الهنديه فيها هذه الحشره ناكلها قدامكم
من هذا المنبر كنقول لكم بان هو راه الناس كيخلقوا واحد البلبله واحد الفوضى، راه هذه الحشره كتضر بالانسان وكتمرض، راه ما كدير حتى شي مرض وما كدير حتى شي حاجه على الانسان، راه كون كانت الكرموسه ناكلها. كنصح من هذا المنبر الاخوان الفلاحه يراقبوا جناناتهم والحقول ديالهم، يمشيو يقلبوا الدرك، ماشي يقلبوه يشوفوا واش كاينه ولا لا، يقلبوه تم لتحت، لان هي كتجي لتحت وكتقلب الدرك عاد كتلقاها، وهي باينه، راه عطيتكم كيف وريت لكم فهذا باينه بان واحد الصوفه شويه بيضاء، وبعض المرات ملي الله كتبدا كيكونوا شعيرات صغار، هذوك يرقات اللي كيبداو يتكونوا وكيكبروا والحشره كتنتشر ديك الساعه. ولهذا هنا في المنطقه في هذه البلاصه اللي كتشوفوا راه ما بقاتش نهائيا، وحنا خدامين فين ما كتبان لنا شي غير درقه صغيره كيف شفتوا وريتكم هذيك الناس راه قلعوا، ولكن كندير واحد العمليه تمشيط، اي درقه صغيره بانت لينا قرنفه صغيره كنشدوها ونديروها في الخناشي ونطلعوها باش نمسحوا مسحا كليا الحشره. كذلك كنستغل هذه الفرصه باش كنشكر السلطات المحليه والدرك الملكي اللي عاونونا بجميع الوسائل ديالهم، وكيوقفوا معنا يوميا وكيسهروا معنا، وتا هما كيحبسوا هذه المنطقه اللي باش ما يدخلش ليها اي واحد، لانه هو هذه المنطقه حنا منطقه حجر ومنطقه مبوءه، ما خاص حتى شي حد يدخل ليها، واللي دخل ليها خاصو بحالكم يتنظفوا عادي يخرجوا باش هذه الحشره اللي هي ما خاصهاش تخرج. والارض هذه اللي كتشوفوا حنا فيها راه ملي غادي يوميا ملي كنساليو كدوز عليها الرشاشه كندوزوا الماء باش كنداويو نحيدوا النقص من الخطوره ديالها، والحمد لله حنا ما غادي نخرجوا من هذه البلاصه حتى نقضيو على الحشره، حنا هنا جينا باش نقضيو عليها ونحافظوا على الدرك ديال المنطقه ديال صبويا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.